السلام عليكم. مدرب الجيش الملكي سيدات جواد أخواض، الحمد لله على نعمة الفوز. ربحنا في واحد المقابلة اللي توجدنا لها مزيان من الأول ديال العام، والحمد لله جاب الله التيسير. لعبنا هارد لك الفريق ديال زناتا اللي كان فريق دائما في الاكثر ديال اللعيبات ولا المدرب اللي عندنا مع علاقه ديال المنافسه، يعني هذه شي 4 سنين هذه وعارفين بعضياتنا وتنحاولوا، راه حنا كنا رابحين، عندنا تبارك الله تيلعبوا مزيان، وهذا كانت واحد النديه في المقابله. والحمد لله تنشكر الفريق ديال السيدات لانهم داروا المجهود ديالهم وربحنا بواحد الطريقه سهله، وتنتمناو ان شاء الله عاوتاني لكاس العرش اللي توتي تسنانا ان شاء الله في هذا الشهر هذا، وتنتمنى حظ موفق للفريق زناتا عاوتاني في كاس العرش، وتنتمنى الفريق الجيش الملكي رجال اللي تنتمناو تو عنده تو مقابله مهمه وقلوبنا معهم، وحنا ان شاء الله غنساندوهم حتى الاخر وان شاء الله يفوزوا ونهناديو الفريق العتيد الزعيم ديالنا. هذا الفوز هذا ان شاء الله اللي غيكون فيه الدوبلي بحال هذه شي عامين هذه، والله المعين وشكرا جزيلا للجمهور الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم خديجه الحطاب لاعبه الجيش الملكي لاعبه بمركز ليبيرو. الحمد لله انا جيت سعيده بهذا التتويج الاكثر من رائع اللي هو تتويج بالبطوله اللي ما جاش لنا سهل امام فريق نادي زناتا اللي احنا صراحه كنا مستعدين ليه بدنيا وكنا عازمين، والعزيمه ديالنا كانت اكبر على اننا نربحوا هاد التتويج البطوله، وان شاء الله طبعا التوقعات ديالنا لحقاش الثقه ديالنا كانت الحمد لله كبيره امام هذا الشيء اللي توجنا به، ومن خلال هذا المنبر كنهدي هاد التتويج لجميع المسؤولين الجيش الملكي وكنقول لهم من خلال هذا المنبر كنشكرهم على كل الامكانيات اللي كيوفروا لنا وشكرا. اللي بصح درنا مجهود كبير باش نوصلوا لهذا النيفو، وما نساوش المسؤولين ديالنا حتى هما مساندينا في اي بلاصه وديما معنا، وكنهديو هذا التتويج للعائله ديالنا والوالدين والجمهور ما نساوش، وفرحه كبيره هذه صراحه.